بالفيديو محبوب الجزائريين يذرف الدموع وينصدم من هول الخبر، فبعد وفاة مغني الراي محمد بوسماحة، الشاب بيلو يزور بيت الفقيد ويكشف عن مفاجأة ستهز قلوب الجزائريين. شاهد ماذا قال، ولكن قبل البدء أتمنى أن تدعم هذا الفيديو بإعجاب وتترحم على محمد بوسماحة وأمين لاكولومب رحمهم الله. بعد الإعلان عن وفاة الفنان ونجم أغنية الراي محمد بوسماحة بالأراضي البلجيكية، وذلك أثر حادث مروري كان قد أودى بمرافقه الموزع الموسيقي أمين لاكولومب، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث بضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل، فيما نقل محمد بوسماحة على جناح السرعة إلى مصلحة الإنعاش بأحد المستشفيات القريبة. لكن خبر وفاته صدم محبوب الجزائريين المعروف بالشاب بيلو الذي لم يصدق الخبر وقال: أنا في قمة الحزن، كما وجه رسالة للجزائريين وقال على الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة. وفي النهاية أرجو منك الإعجاب بهذا الفيديو والدعاء بالرحمة لمحمد بوسماحة والصبر لعائلته. رحم الله الفقيد وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.